بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله رحمه الله للعالمين وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فمع برنامجكم الفتاوى من اجلك واول فتوى وصلتنا الى هذا البرنامج فتوى تسال السائله فتقول هل يجوز للمستحاضه ان تجمع بين الصلوات هل يجوز للمستحاضه ان تجمع بين الصلوات اقول والله تعالى اعلى واعلم الاستحاضه هو دم يخرج من محل عفه المراه بسبب عله مرضيه حكم هذه المستحاضه انها تتوضا بعد الاذان للصلاه لا قبل الاذان وان تكون نيتها لاداء الفرض والنافله اما اذا اقتصرت النيه في وضوئها على النافلة لا بد أن تتوضأ للفرض أما الفرض فهو يجبر النافلة والنافلة لا تجبر الفرض فالنية أن تكون لأداء الفرض والنافلة ثم تصلي بعد الأذان وهذا هو الحكم العام والسؤال هنا هل يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير أو بين العشاء والمغرب جمع تقديم أو جمع تأخير نعم يجوز لها إذا كان أداؤها كل وقت في وقته سيسبب لها حرج فيجوز لها ان تجمع بين الظهر والعصر وان تجمع بين المغرب والعشاء بدليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع من غير سفر ولا مرض ولا مطر فسئل عن ذلك قال حتى لا يحرج امته هذا والله تعالى اعلى واعلم السؤال الثاني يقول هل الانسان يحاسب على احلام اليقظه او شرود ذهنه اقول ان الله تعالى يحاسبنا على الامور الاراديه اما الامور الغير اراديه كالنظره المفاجئه للمراه الاجنبيه لا نحاسب عليها في الاولى لانها غير اراديه اما الثانيه وهي ان يتحول الامر إلى داخل الإنسان وهو ما يسمى بأحلام اليقظة نحن نسميها البصر أي محل التأمل والتفكر والشرود لهذا الأمر على الإنسان أن يقطع هذا فورا وأن يستغفر الله وأن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم لأن الآية القرآنية قالت وقل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم والعلماء في قوله تعالى أبصارهم قالوا هناك فارق بين النظر والبصر النظر هو الاله الاله العين اما البصر هو محل التامل والتخيل الباطني ولذلك لو كان الانسان كفيف بصر امتحنه الله في ذهاب النظر اي الاله لكنه تخيل امراه سمع صوتها ويجب عليه ان يغض اي ان يمتنع عن هذا الامر لماذا ابن تيمية كان له يعني بيان رائع في هذه المسألة قال لأن أحلام اليقظة تعطل العقل وتثير الشهوة الشهوة إذا ثارت عطلت العقل وكل أمر يعطل العقل الذي هو محل التمييز بين الصواب والخطأ بين النور والظلام بين الخير والشر أي أمر يعطل العقل فهو ممنوع شرعا لكن ليست ليس لهذا الأمر عقوبة دنيوية معروفة وإنما أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن نقطع هذا هذا التخيل الباطني حتى لا تتعطل عقولنا فتفسد أخلاقنا هذا والله تعالى أعلى وأعلم السؤال الثالث تسأل السائلة وتقول أنا يتم علاجي من مرض مزمن اللهم اشفيك بشفائه أدعو الله أن يشفي كل مريض بشفائه وأن يداويه بدوائه اللهم ألبس كل مريض رداء الصحة والعافية آمين آمين فتقول أنا أعالج من مرض مزمن وكنت حامل في شهرين لكن الدكتور قال لي مش لن ينفع حمل مع هذا العلاج لأن هذا العلاج يؤدي إلى تشوه خلقي للجنين فقمت بتنزيل الجنين فهل علي ذنب؟ أقول للأخت السائلة جزاك الله خيرا وادعو الله ان يخلف عليك بخير وان يشفيك شفاء تاما آم عاجلا غير اجل اللهم امين وزادك الله حرصا لكن كان الاولى قبل ان تقومي بتنزيل هذا الجنين العلماء وضعوا ضوابط لانزال الجنين المشوه اول ضابط ان يقول بذلك ثلاثه اطباء متخصصين في الامر من وراء بعضهم أن يقول كل واحد منهم في تقريره بأن في هذا الجنين تشوه خلقي لن تبقى معه حياه، لن تبقى معه حياه. فإذا ما اجتمع الثلاثة سألنا لجنة الفتوى في هذا الأمر، فلجنة الفتوى مباشرة تقول بجواز إنزال هذا الجنين. أدعو الله أن يخلف عليكِ، وقبل أن نفعل علينا أن نسأل دار الإفتاء في الأمر قبل أن نفعل. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ادعو الله ان يخلف عليك وعن جميع المسلمين وان يشفي كل مريض هذا والله تعالى اعلى واعلم. سؤال اخر قالت السائله ان زوجي طلقني مرتين وفي المره الثالثه حصلت بيني وبينه مشاكل واتهمني باتهامات لم افعلها وانا قلت له طلقني رد علي وقال لي انا جيت عشان اقول اقول لك انت طالق بعد ما قال لي انت طالق رجع في رجع في كلامه وقال ما كانش في نيتي انا ما قلتش كده وانا محتاره هل الطلقه واقعه ولا لا انا اقول لك ايتها السائله ولكل من على نفس هذا الضرب في الطلقه الثالثه أن نأخذ بيد زوجنا وأن نذهب إلى دار الإفتاء لأن الطلقة الثالثة إما أن تكون صحيحة فتنتهي العلاقة الزوجية وإما أن يجد رجال الفتوى في دار الإفتاء أمرا آخر لكن قضايا الطلاق لا يفتى بها على الفضائيات بهذه الصورة وأنا يعني أربأ بنفسي وبخاصه الطلقه الثالثه. لكن اذا كانت الاولى او الثانيه فهناك باب للسعه. انما اذا كانت الطلقه الثالثه بهذه الصوره وقال لك بهذا اللفظ: عليك انت وهو ان تذهبا معا الى لجنه الافتاء. سيتم ادخالكما على لجنه مكونه من ثلاثه من كرام دار الافتاء وسيستمعون اليكما وان وجد بان هذا اليمين لم يم لا ينبني على نيه وكان تحت ضغط منك كما قال المالكيه في بعض حواشيهم حاشيه الشرح الكبير للشيخ الدردير رحمه الله في مثل هذه المسائل قال اذا كانت المراه هي السبب وهي التي الحت على زوجها فاخرجته عن اتزانه فقام بالتلفظ بهذا اللفظ وقال لها انت طالق ثم رجع في هذه في هذا الامر اجازوا, أجازوا بان هذا اللفظ غير قاصد للفراق فلا تعد طلقه وان وان امر بالتكفير باطعام عشره مساكين، لكن انا لا اقول هذا لك على الملأ وانما انصح حضرتك وزوجك أن تذهب ما دامت هي الطلقة الثالثة أن تذهب إلى لجنة الفتوى وأن تستمع إليكم اللجنة وهي مكونة من ثلاثة وهي وخاصة في قضية الطلاق أدعو الله أن يجعل لكم مخرجا وأن يباعد بينكم وبين الشيطان الرجيم الذي يحاول التفريق بين المرء وزوجه هذا والله تعالى أعلى وأعلم سؤال ورد من أخت سائلة قالت كان لي اخ صلى فجر الجمعة وذهب إلى عمله وعندما وجد بأن يعني القاطرة بها كاوتش للسيارة فيه خلل فقام بإصلاحه لكن أثناء تركيبه لهذا الكويتش انفجر فيه انفجر هذا الكويتش الضخم في وجهه وخبطه في الحديد في وجهه اصيب باغماء ثم مات واثناء الغسل نزل دم من اذنه هل هو شهيد اقول نحسبه كذلك لكن ليس كشهيد الميدان هو نوع من انواع الشهاده فمن حدث له امر قدري قضائي كهذا وكان ذاهبا ليتكسب مالا حلالا واحسبه كان من اهل الصلاه فالذين يحرصون على صلاة الفجر هم أهل فلاح أحسبه عند الله كذلك هو في درجة من درجة الشهداء أو في نوع من أنواع الشهادة فمن مات غريقا مات مهدوما عليه جدار أو مات محروقا أو مات مبطونا أو مات بمثل هذه الأشياء فهو نوع من أنواع الشهادة أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يخلف عليكم بخير وأن يعظم أجركم وان يغفر لميتكم وان يخلف الله عليكم هذا والله تعالى اعلى واعلم سؤال اخر تقول السائله ابني يعاني من مرض مناعي ادعو الله ان يشفيه ويعاني عند وضع الماء على الجلد عند الوضوء هل يجوز له التيمم مع العلم بتوفر الماء اقول التيمم يجوز بأمرين فقد الماء حقيقة أو فقد الماء حكما فقد الماء حقيقة أي أن الماء غير موجود الماء منعدم وهنا يجوز التيمم بنص إذا فقد الماء وجب التيمم فالتيمم هنا يجب عند فقد الماء حقيقة أما فقد الماء حكما كأن يكون الماء موجود ولكن الطريق الذي يصلنا إليه به قاطع طريق به أسد مفترس به حيات به كذا أو كان الماء موجود ولكن بسبب علة مرضية ألزم الطبيب المريض بالامتناع عن الماء الماء موجود كما ذكرتي لكن الطبيب هو الذي يقول هذا الطبيب المتخصص يقول لا يجوز لك ان تمس الماء والا زاد الضرر وزاد المرض حينئذ وجب عليه ان يتيمم وان مس الماء كان وضوءه صحيحا لكن مع الاثم لانه سيتسبب في اضرار البدن وحفظ الابدان والنفس مقدم على الوسائل والوضوء وسيله كما ان التيمم وسيله فهذا لا حرج فيه ايتها الاخت الكريمه وادعو الله ان يشفي يعني ولدك من من هذا المرض اللهم امين امين. لكن بشرط ان يقول بهذا الطبيب المتخصص هذا والله تعالى اعلى واعلم. هناك سؤال اخر تقول السائله انا اريد ان اقترب من زوجي ولكنه يعاملني معامله سيئه لان مواقفه معي جعلتني اكرهه واصبحت لا اعرف كيف اعيش معه ولكن انا خائفه من الله هذا هو الضابط ايتها الاخت الكريمه لا تعامل السيئه بمثلها وانما الله تعالى امره بـ بـ باداء واجبات وله حقوق حقوقه هي واجبات عليك والواجبات التي الزم بها هي حقوقك هو مقصر فهو اثم لكن لك أن لكنك لا تقابلين اثمه ووزره بوزر لا تقابلي سيئته بسيئه وانما تنفذي امر الله ابتغاء مرضاه الله وقولي لنفسك وقلبك وقولي يا رب انا اتعبد اليك بهذا ولك ثواب الصبر والله يحب الصابرين ولك ثواب الطاعه والله تعالى يحب المتقين والطائعين فأقول عليك ان تتوددي له وان تصبري وان تنصحيه برفق ان تنصحيه برفق فما وجد الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه وادعو الله ان يهديه لك وان يباعد بينكما وبين كل شيطان رجيم يريد ان يفسد حياه الزوجين هذا والله تعالى اعلى واعلم سؤال اختم به هذه الحلقه يقول السائل انا انوي التوبه عن التدخين لكني اتوب اسبوعا ثم ارجع ثانيه اقول لك صدق النيات ييسر امر الطاعات عليك اولا ان تصدق النيه وان تملك العزمه القويه وان تستشعر وقوفك بين يدي رب البريه اذا استشعرت هذا سهل عليك الامتناع لكن لا تتعامل مع الامر كانه قضيه اجتماعيه او انسانيه إنما تعامل مع الأمر كأنه أمر رباني، الله يريد أن يطهرك بالتوبة، أن ينقيك من كل وزر وسيئة، فاصدق معه النية، فعلى قدر صدق النيات على قدر قبول الطاعات، وعلى قدر العزمة في الاستعداد بمقدار نزول الأمداد، فقوِّ عزيمتك واصدق في نيتك الله ييسر الأمر لك، هذا أمر عقدي بحت لكن عند التنفيذ النفس التي ألفت التدخين محال أن تخرج من الأمر جملة وإنما أن تأخذها بالتدرج وأن تتعامل معها بالتدرج صحيح إن أردت أن تتحمل أربعة وعشرين ساعة ممتنع وتحملت الالم وعوضت هذا الامر ببعض الامور السكريات التي تاخذها وجلست في المسجد وجلست مجلس طاعه والصحبه الصالحه ستعينك على هذا. ثق تماما انه بعد هذا التحمل لن تعود. اذا لابد من الامر العقدي الباطني صدق النيه والعزم القويه، اثنين التدرج مع النفس تريد ان تتدرج يعني ان كنت تشرب عشر عشر من السجارة إذا اجعلهم ثمانية سبعة خمسة ثلاثة واحد وإن أردت بالعزم الامتناع المطلق إذا عليك أن تعوض هذا الأمر ببعض السكريات ثانيا أن تدخل في الرفقة الطيبة تبتعد عن رفقة السوء الذين يدخنون لأن أمر التدخين يأتي بالمشاركة وبالصحبة السيئة فابتعد عن, عن أهل التدخين واقترب من الرفقة الصالحة التي تذكرك بالله رحم الله ورضي الله عن جعفر بن محمد جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت إذا اعترتني فطرة ذهبت إلى محمد بن واسع رضي الله عنه فنظرت في وجهه فأطعت الله بنظرته أسبوعا فالنظر في وجوه الصالحين يذكرك بالله خير الأصحاب من تذكركم بالله رؤيته مع الدعاء أن يتوب الله عليك وأن يبغضها في قلبك هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته